أثابكم الله. يقول السائل: أما بعد، فإني امرأة أريد الحج، فكيف أغطي وجهي لكثرة الناس، وهل لي أن ألبس السروال؟ المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب لأنها عورة وهي بحاجة إلى الثياب، بحاجة إلى الستر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من لبس الثياب التي تسترها، وإنما منعها من شيئين فقط: القفازان على اليدين، الشراب على اليدين، والنقاب على الوجه. النقاب على الوجه، فلا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين على الكفين، وما عدا ذلك فإنها تلبس من الملابس ما شاءت، إلا ثياب الزينة، ثياب اللي فيها زينة لا تلبسها، أو الثياب التي هي غير ساترة لا تلبسها، تلبس الثياب الساترة، وتجعل بدل النقاب الغطاء على الرأس والوجه، الخمار، تخمر وجهها بالخمار إذا أتاها الرجال، وتغطي كفيها بثيابها أو بعباءتها